اولا صباح الخير عليكم جميعا، تحيه لكل قنوات اليوتيوب الحاضرين والصحفيين الاخرين الجالي، الاخوان اللي جاوا من خارج الطرق الوطني سي فؤاد والاخ شحفاو وكل الجاليه اللي جات من برا واللي كاين هنا. كان من المنتظر اليوم يكون النطق بالحكم القضيه ديال طلب الادماج درت به بالنسبه لمحمد المديني العقوبتين. المحكمه فعلا الجلسه اللي مضات حجزته للمداوله، ولكن كانت قرار بالاخراج من المداوله واشعار رئاسه النيابه العامه باحضار الملفات الاصليه اللي ضميها هذا ماشي يعني خاص كتابه الضبط، تجيب الملف الاولاني والثاني وتضلي به للمحكمه، يعني اجراء عادي اطار الشكليات اللي كينص عليها القانون. كان املنا على اننا اليوم المديمي يعانق الحريه، هذه الاجراءات هي اجراءات قانونيه، من المفروض ان كتابه الضبط تمكن الهيئه القضائيه من الملف الاول والملف الثاني كيكونوا ضمن الملف الاصلي اللي غادي تنظر به. ضمن الطلب ديالنا مرفق بالاحكام الحكم الابتدائي والقرار الاستنافي، الحكمين الابتدائيين والقرارين الاستنافيين، ويعني بالشواهد بمآلمي، ولكن باش المحكمه كتحقق من صحه الوثائق اللي مرفقه بالطلب ديالنا كيف خصها كتابه الضبط تعطيها الملفات القضيه اللي كاينه، وهذه مسائل عاديه. اذا عكس ما تم تداوله وسمعته الان من بعض الاخوات والاخوان بان الجلسه تاجلت، اصلا الجلسه كانت معجوزه كاينش تأجيل، كاين الإخراج من المداولة وإشعار كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بإحضار الملفات الأصلية وضمها إلى وثائق الملف قصد تمكين المحكمة للبت بها طبقا للقانون. وتأخر الملف نتحققوا من الخبر باش ما تشوشوش على العمل اللي تنديروا، العمل اللي كتطلب المحكمة هذه مسائل ذو القانون قانونية. إلا بغيتوا الخير للمديمي خذوا الأخبار من المصدر ديالها من عندي شخصيا أو من عند الأم ديالو للازم. إذن مرة أخرى باش نلخص، كان غيكون اليوم إصدار القرار ديال دمج العقوبتين طبقا للقانون، ولكن المحكمة هذا الشيء اللي قلت أنا مع المقالة ديال طلب الدمج اللي هما جوج الأحكام الإبتدائية والاحكام الاستئنافيه والشواهد بما النق، طلبات من كتابه الضبط حتى تتحقق هذا سجين باش ما يمكنش يضيع لا حق الدوله ولا حق المجتمع ولا يفلت شي حد بالعقاب، خاصها تتحقق بالاجراءات القانونيه. اذا اليوم المسؤوليه على رئاسه كتابه الضبط، انا عندي اليقين على انها غادي توفر هذه الامور. كان يعني اقرب جلسه هي 18 لان الاربعاء الماجيه 11 كاين يوم عطله، فلذلك مره اخرى رجائي عدم ترويج اي خبر يمس بحقوق ومصالح موكلي، والا ساكون مضطرا لسلوك مصادر قضائيه من الان فصاعدا لن اسمح باي تطاول على حقوق ومصالح سيدي محمد المديمي. هو معتقل الحقوق ديالو هي امانه في الرقابه ديالي والرقابة ديال المحكمة كذلك، ولذلك المحكمة كانت حريصة كل الحرص على أنها تطلب من كتابة الضبط باش تضم هاد الملفات. يعني حنا كنا كنظنوا على أن كتابة الضبط قامت بشغلها، ماشي مشكل، غادي ننتظروا. حنا اللي كيصبر عامين وست شهور قادر يصبر أسبوع. ومرة أخرى كنحيي الجالية المغربية اللي كبدات مسا العناء وانتقلت من عدة دول حاضرة في مراكش. كنحيي الاخوان اليوتيوبرز اخ سيدي محمد تحفة، اخ فؤاد، كل الاخوات والاخوان اللي حاضرين هنا وجو من كل بقاع المغرب. كنحيي كذلك الاخوات المتضامنات. تنجدد التحيه ديالي للام ديالو والمركز شخص الاستاذه ابتسام، وانا غادي ننتقل عند الموكل ديالي وغادي نخبره بهذا الشيء، والموكل ديالي كيفهم هذه المسائل وعنده واحد سعه الصدر. رجائي لكم اذا كنا فعلا بغينا الخير لهذا الرجل وبغيتوا الخير للدفاع ديالو باش يكمل الرساله النبيله
وانا معتز بالثقه ديال هذه المراه وليدها فهاد عبد الضعيف. يعني الرجاء لكم الخبر يبقى ينتشر بشكل صحيح، لان دابا هادشي يتقال في الصباح وكأن ما كاين والو، وكاين المتربصين كانوا اللي كيتسناو غير في الدوره ما غاديش يتم هادشي. وانا كنقول لهم انا مره اخرى متفائل، لانني رجل قانون خبرت المحاكم ازيد من 30 سنه. هذه الاجراءات اللي كدار المديني هي اجراءات قانونيه سليمه ما فيها حتى حاجه. المحكمه باش تحقق خصها المنفذ ديال المحكمه، يعني جبت لها الاحكام، جبت لها كل شيء بحضور الام المديني بحضور الحاجه ابتسام، وكان السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمه مشكور، حارس كل حرص على انه يتعين في اقرب جلسه، وهذاك الشيء اللي كان. والمحكمه مشكوره كذلك، يعني دارت لنا المداوله في اقرب جلسه، ولكن يعني فوق طاقتنا لا ننام. الان الملف المديمي والمعركه ديال المديمي ما كانتهاش في هذ جوج ملفات اللي نداروا ليه، حتى هو كذلك دار شكايات، والام ديالو والمركز وهذا العبد الضعيف في مواجهه عده اشخاص من ضمنهم الجلسه. احنا عندنا جلسه الان تتنعقد دابا في المحكمه الابتدائيه ضد الكاتب العام السابق ديال جمال بن سالم، وعندنا جلسات اخرى. اذا يعني هي فرصه كذلك باش نلتحقوا بالابتدائيه ونكملوا هذاك الملف اللي حاضره فيه الزميله اللي في المكتب، باش وباش نكملوا هذا المسار. اذا رجائي لكم مره اخرى نقل الخبر يكون صحيح، انه هذا الشيء اللي طلبت المحكمه هو مساله قانونيه، مساله شكليه اساسيه، ماشي بالنسبه للدفاع، بالنسبه لكتابه الضبط، باش ما يمشيش شي واحد عاود ثاني. ما تهضرش على اللي حاضرين، من دوك اللي كيبغيو ياثروا في الراي العام المتضامن مع المديمي، كنقول لهم راه ما يمكن لكمش تنالوا من المديمي ولا من الاستاذ زهر، غير تهناو مع راسكم، كتضربوا غير في الحيط. هذه راه ام، وكأم يعني انسان ما يمكن الا يوقف لها احترام وتقدير على كل الامور اللي دارت، وكذلك الاخوان اللي على برا واللي عرفوا بهذه القضيه هذه ديالو. ف باش ما نطولش عليكم، ونظرا لان كاينه جلسه اخرى دابا في المحكمه الابتدائيه، هذا هو اللي غادي نقول لكم. كنجدد الشكر لكم كاملين، وكنعتذر الى تكلمت بهذه القضيه، هي المصلحه ديالكم اساسا، ماشي غير في قضيه المديني، اي قضيه اي ملف كتذكروا عليه الا ما كان داكشي المعطيات صحيحه ما تنشرهاش، راه كتولي تحت طائله المساءله القانونيه. كنتمنى من الله لا لازم شوف هاد المراه هذه الان هي ما بقاتش ام المديني، هي ام الجميع، هي معها، وهي ربي عطاها واحد الصبر قوي قادره، وانا تنعرفها وخبرتها مزيان وخبرت الصبر ديالها والمصداقيه ديالها. تنتمنى ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير، صبروا وان الله مع الصابرين. شكرا لكم، السلام عليكم، وفقكم الله وسلامه. يلا السلام عليكم الناس اللي حاضرين والناس اللي نشوفهم دابا، وحسب بان كل شيء تبعنا جميع المديميين والمديميات وجميع الناس اللي متضامنين في هذه الملف هذا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الجاليه العزيزه على قلوبنا. تنشكركم بزاف، وتنشكر الاعلان، تنشكر الصحافه ديال المغرب كلها هي، وكنشكر اليوتيوبر داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكنشكر الناس اللي جاوا من الجاليه معنا، جاوا السفر وجاوا باش يحضروا معنا. كنشكر المغاربه اللي جاوا من النواحي ديال المدن كلها هما. انا كنت نقول واحد الكلمه، تنقول لهم اللي سولني تنقول لهم حتى نخرجوا من المحكمه ونقولوا اشنو كاين. المهم تيبقى القرار للمحكمه اللي قال الاستاذ زهر شكون له صحيح، هادشي كله حضرت ليه خطوه بخطوه. نتمنى من الله ان شاء الله نهار 18 ان شاء الله يكون خير، وحنا صابرين ولا يصيبنا الله الا ما كتب الله لنا، وان شاء الله دائما امنا في الله سبحانه وتعالى. انا ما مقلقاش، انا ما مقلقه حتى شي حاجه، انا صامده وصابره ان شاء الله حتى يتحقق ان شاء الله باذن الله الفرج باذن الله. وشكرا لكم، وشكرا للناس اللي جاوا واللي واقفين معنا، واللي الله يجزيكم بخير، حتى واحد ما يتقلق،
حتى واحد ما يقول شي حاجه، يعني دائما تبقى الكلمه القضاء. حنا ما عندنا نقولوا شي حاجه ولا حنا فوق شي حاجه، لا دائما نشد بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء، وشكرا للقضاء والوثائق اللي خاصه ان شاء الله باذن الله. خاصك خاصك حنا درنا شغلنا، راه تيقلبوها يقول لك خاصك يتبدل. لا المحامي على كل حال حتى شي حاجه ما ناقصاه، ولكن كتاب طارس شغالو كنتمنى ان شاء الله. تقولي طارس شغالو كتاب ان شاء الله. طارس شغالو طارس شغالو طارس شغالو. نمشيو للبزيدائيه يلاه ان شاء الله يكون خير باذن الله. عندنا جلسه وامنا في الله سبحانه وتعالى والدعوات ديالكم، وشكرا لكم بزاف. يلاه الله يحفظكم جميعا. تحيه للمرأة السعيدية السلام عليكم.